where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Hello. السلام عليكم. السلام عليكم. عاملين ايه؟ We are back. ايه الاخبار يا جماعة؟ قبل ما نبدأ النهاردة الفيديو عايز اقول لكم على حاجة. احنا عملنا بيج على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا اللينكات بتاعتها تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو او في الصندوق الشرح بتاع الفيديو. عشان حاجتين، الناس في ناس كتير بتبقى عايزه تتكلم معانا وتبعت لنا مسجات، فاحنا قلنا نعمل بيج على الفيسبوك وبيج على الانستجرام. اللي عايز يبعت لنا اي حاجه براحته، طبعا عايز يسال اي حاجه على المانيا يوتيوب براحته. وغير كده لازم تتابعوها طبعا البيج اللي على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وعايزه تتدمر بقى طبعا لايكات وفولو وشير. وبرضو لو انت اول مره تتفرج هنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك. تمام تمام. هنعمل ايه النهارده؟ ايه ان كرواتيا ناو ليدل. ايلي عايزه تسلم على الناس من كرواتيا الاول. دوبرو فيتشه دراغا تيتكا ايو توي تاي ريسيبت كوي سي تي ويك نابرافيلا ساتشيمو غامي نابرافيتي زا يوتيوب. بالظبط كده زي ما انتم سمعتوا، انا مش فاهم حاجه ولا انتم فاهمين، بس ما علينا. ايه هنعمل ايه النهارده؟ نماهلي نادرا. بالظبط. And in a German short, wir machen heute ein altes Rezept von meiner lieben Tante. يعني النهاردة هتعمل لكم حاجة، رول بطاطس باللحمة المفرومة والسبانخ والجبنة الريكوتا. هي اللي مألفاها وهي اللي عارفاها من خالتها، أو مش from where you know this? My aunt. From yes. خالتها. فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونوريكم خطوه بخطوه، يا رب تعجبكم ونشوفكم في اخر الفيديو. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا إلي هنعمل ايه بقى؟ ايه المكونات؟ إلي هتقول لكم يا جماعه المكونات بالعربي، قعدت تدرسها شويه فما نشوف بقى تقول ايه في الاخر. We start from here. Yes. No here. اوكي. اول حاجه جبنة موتزاريلا. برافو. دي نص كيلو جبنة موتزاريلا. جبنة ريكوتا. جبنة ريكوتا 250 جرام. بقدونس. شوية بقدونس فريش. توم. توم أربعة، يعني أربعة أو خمس فصوص توم. and طماطس. طماطس طماطم. طماطم. طماطم اللي هي البيوريه، يعني ممكن تقريبا نص كيلو. وآخر حاجة. بطاطس. يس. خمس حبات بطاطس. احنا قطعناها كده رفيعة شوية، مش شيبسي يعني، بين الشيبسي واتخن شوية. تمام كده. وايه تاني؟ and لحنا ماتوتنا. لا هكونا ماتاتا. لحمة مفرومة. لحنا مفرومة. نص كيلو لحمة مفرومة. لحنا مفرومة. وايه كمان اخر حاجة؟ and شبينات. and what is شبينات؟ سبانخ. برافو. بس زي ما إلي قالت لكم كده يا جماعه، يلا بقى نبدا اول حاجه ونوريكم هنبدا بالبطاطس ازاي. يلا بينا نبدا. اول حاجه ايه يا إلي؟ هنعمل اول حاجه ايه؟ اوكي ناو كامينج. اول حاجه هنحط الموتزاريلا كده على نجيب طبعا الصينيه بتاعت فرن، ونحط الورق اللي هو بتاع الفرن ده، ونعمل طبقة موتزاريلا من تحت كده. ايوه. اسمها ايه دي يا إلي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ يا اي اسك يو. وات از اسمها ايه؟ وات از ذا نيم اوف اي هي فورجيت سي مي اجين. جبنة؟ اها جبنة موتزاريلا. يس. نبتدي الجبنة كده كويس. سو. ايفريوير از ناو. بعد كده بقى نجيب البطاطس ونبدا ايه نرتبها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. Thank you.
اوكي زي ما انتم شايفين يا جماعه كده البطاطس خلصت رصيناها تمام تمام اوكي هنعمل ايه بعد كده هم فيديس اليس فينيش جماعه jetzt wieder رش رشه ملح خفيفه كده فلفل يوبس سولت must not be too much because it's anyway رشه خفيفه بس بعد كده نحط تاني شويه جبنه موتزاريلا جبنه جبنه موتزاريلا جبنه موتزاريلا in the back oven we have vorgeheizt اه دي كده جهزنا احنا الفرن على 180 وهنحطها 30 دقيقه قد ايه ادي نص ساعة على درجة حرارة 180 صح؟ صح تمام يلا يا إلي هنعمل اللي بعد كده نعمل بقى اللحمة المفرومة what is name نشوح نشوح اللحمة اللحمة المفرومة المفرومة هنا حطينا ايه؟ بصل أول بصل 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 بصلايه صغيره كده وبعد كده نحط بقى اللحمه المفرومه عادي لكنها لحمه معصبه يعني نسويها بقى برافو يس زي ما انتم شايفين كده يا جماعه احنا البطاطس طلعناها من الفرن بعد 30 دقيقه وهنا السبانخ سبانخ حطينا عليها الجبنه الريكوتا وهنا اللحمه المفرومه استوت كده كله جاهز نبدا بقى ايه نشوف هنعمل ايه يلا يا ايدي سو ناو وي دو فيرست سبينات اوبن تمام اول حاجه هنحط السبانخ والجبنه الريكوتا كده الاول على البطاطس زي ما هي في الصينيه نحاول نفردها بقى ايه بالطريقه كده اللي هي بتعملها نفردها what is نفردها that everywhere we spread it yes yes And say I have tried this now first time. This is ever my aunt. إلي عمرها ما عملت الكلام ده أول مرة.
أول مرة تجرب تعملها. أول مرة تعمل جمال. يا رب بس تكمل على خير. وتبقى ظريفة يا رب. حاول نفردها بحيث إن هي تبقى بالتساوي كده في كل حتة. قولوا لنا يا جماعة حد شاف فيكم الطريقة دي قبل كده أو حد جربها، اكتبوا لنا في الكومنتات كده. لو حد عرف يجربها قبل كده أو عملها قبل كده. كده فردنا السبانخ اللي هي عليها الجبنة الريكوتا. بعد كده بعد كده ايه yeah, I ask you. And what is next? The next is lahora matuna. Lahora matuna لحمة مفرومة. ايش نحط بقى اللحمة المفرومة؟ طبعا يا جماعة معلش العربي لسه ايه في العربي ضايع خالص، معلش فاكرين انتوا العربي بتاع اسمه ايه عادل ادهم في الافلام زمان، ده هو ده بالظبط. نحط اللحمه المفرومه كده نفردها بقى على الوش. يعني ان شاء الله تطلع حاجه حلوه في الاخر اما نشوف. انا عمري حتى برضو ما شفتها ولا احنا جربناها قبل كده. هي كانت عايزه تعمل لكم مفاجاه بقى، توريكم حاجه جديده. نشوف بقى تطلع حلوه في الاخر ولا ايه. And when not will be good? No, will be good. We will see. هتطلع حلوة. هتطلع حلوة. هتطلع حلوة. هتطلع حلوة. Will be nice. Yes. Yes. And will not, no problem. Yes. ولو ما طلعتش حلوة عادي برضو أنا كلها مش إشكال. But will be good. Yes. حاول برضو ايه نفرد اللحمة المفروم كده زي ما انتوا شفتوا. اوكي انتن انتن موزاريلا. طب ايه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ what is the name؟ جيبانا. جيبانا اي موزاريلا. برافو. now your wife become Arabic. yes. Arabic woman. برافو. حط بقى على الوش برضو جبنة موزاريلا كده، ممكن موتزاريلا، او طبعا في مصر جبنه رومي، هنا مفيش جبنه رومي للاسف، والله وحشتني الجبنه الرومي، او ممكن اللي هي البارميزان او البارميجان دي، يعني زي ما تحبوا بقى. في ناس ما بتحبش الموتزاريلا، بس ما اعتقدش مفيش حد بيحبش الموتزاريلا. حاول نفردها كده برضو ايه نغطي الوش كله. كله تمام. كله كله جا كله. All. يا كل نيجا كل. Yes. So, and now. دلوقتي بقى أخطر مرحلة. نقفل بقى الرول بتاع البطاطس ده. زي بقى إليا تورينا دلوقتي. هنشوف بقى. بس زي ما انتم شايفين كده ايه ده، تقولوا بقى رول او ساندويتش. And now coming for 10 minutes in oven. But okay. Yes. Yes. دلوقتي هنحطه بقى 10 دقايق تاني في الفرن على درجة حرارة 180 برضه. بس كده. Nice.
كده اكلس توا. برافو. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده اهي طلعناها من الفرن، حطينا شويه بقدونس على الوش، طبعا شكلها تحفه. دلوقتي اللي بقى تقطع وتجربها، يلا بينا. Okay. Now Eli will try the first one. Yes, the first one I will try. Eli هتجرب دلوقتي أول قطمة، ما نشوف. Looks very good. Okay. Then Eli try now the first. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. And جميل. حلو. حلوة جميل. جميل garlic very good. Yep. تحفة. تحفة. Perfect. Really this we must do home. Sure. اتمنى يا جماعه بقى تجربوها وتقولوا لنا ايه رايكم. Totally good. زي ما انتم شايفين كده طبعا شكلها حلو جدا. Very nice. بالسبانخ والجبنه واللحمه المفرومه والبطاطس. Yes. And what you want to say to all your friends in Arabic? I can't forget. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك فيديو وتشتركوا في القناة. تصبحوا على خير. مع السلامة. باي باي.